الكلام ده كله ما حصلش يا استاذ عبد الحميد. ليه حصل؟ لا ما حصلش. لا حصل. لا ما حصلش مني اي حاجه من الحاجات دي. لا بعت لها عجال. لا الشيخ الشيخ البلد هشوف كل حاجه هو اللي هيحكم بنفسه. لا يحكم ولا يعمل حاجه. لا تتكلم عليه وقع كده. ايوه. لا ده انت مش كويس. اتكلم. لا انت مش كويس. اتكلم. لا اتكلم. احترم نفسك يا ولا منك ليه؟ ده ده مش عادل في حضرتي. اهي يا عبد الحميد. احكي. قول لنا ايه الاشكاليه خلينا نخلص من القعده دي. احكي. هو اللي حصل ده ينحكى؟ ما ينحكاش يا شيخ البلد ما ينحكاش. طب يا جماعه شكر الله سعيكم. انفضت الجلسة عشان عبد الحميد مش عايز يحكي. يلا بس يا شيخ البلد هحكي. يا شيخ البلد هحكي بس تجيب لي حقي من الجدع دي. يا عبد الحميد احكي عليا النعمة ضخك واخلص من الحكاية تما. ده انت سائل يا جدع. اللي حصل يا شيخ البلد ان الجدع دي عنده أكاون على الفيسبوك. يعني حاسس بإهانة في كلامك يا عبد الحميد. ايه معناته ده اساسا؟ معناها يا شيخ البلد ان مرتي نزلت عنديها صورة ورداية على الفيسبوك ومالجدع دي يعمل لها ايموجي. ايموجي يا شيخ البلد ايموجي. لازلت حاسس باهانه في كلامك يا عبد الحميد؟ لا لا الكلام ده مش حقيقي يا شيخ البلد. عملت لها ولا ما عملتلهاش يا ولي؟ ايوه عملت بس على فكره هي دي نص الحقيقي لكن في نص مخفي. ياكش تقول عاوز تعمل لها منشن النوبه الجايه. انا مش فاهم انتوا بتتحدثوا في ايه ولا بتقول ايه يا ولا الفيكشن والايموجن ايه يا ولا ما تفهموني عشان احكم. الايموجي دي يا شيخ البلد علامه تبين لنا انت حاسس بايه. يعني لو دوست على قلب مثلا يبقى معناها اني بحبك. قلت لك اني حاسس باهانه في كلامك يا عبد الحميد. ولي اعدل يا ولي. اسمعني بس يا شيخ البلد. الحكايه ان الجدع دي عمل ايموجي على صوره الورد اللي مرتي منزلاها. يعمل لها ايموجي ليه؟ مش متجوزه راجل؟ صحيح الكلام ده يا عوض؟ اللي حصل يا شيخ البلد انها فعلا حطت صوره الورده الفلاور واني مشهور بطبعي انني رومانسي وحساس وشاعري. قمت ايه جيت اعمل لها لايك. ولي ايه اللايك ده يا عوض؟ اللايك ده يا شيخ البلد يعني اعجاب شديد. وانت يا تعجب بواحده متجوزه ليه؟ يا ولا تتخبطت في نفوخ متجوزه يا ولي. يا ريته اعجاب يا شيخ البلد. يا ريته اعجاب. ده قلب وكمان قلب. لا انت عايز اللي يلم. الله ما هي اللي عامله البرايفسي بتاعت البوست بابلي. ايه البرايفسي دي يا هالم؟ لا ده انت محتاج كرسي بقى يا شيخ اللي عوض. ايه الكرسي ده يا هالم؟ البرايفسي دي يعني خصوصيه شديده. وانت يا بتتدخل في خصوصيات الناس ليه؟ انت بتطلع فجاه ليه كده؟ يا لا انا كل شويه لمك. ما انا ملموم اهو. اللي يستر ربه ما يفضحوش عبده يا هالم. عبده مين؟ بقول لك بابليك يعني اللي يسوى واللي ما يسواش. يعني نشرها للجميع يا حضرتي يا حضره شيخ البلد. لا كده الكلام يبقى اختلف يا عبد الحميد. مرتك هي اللي غلطانة. هي كده بيقول لك نشره للعم. طب سيبك من دي يا شيخ البلد. اتفرج يا شيخ البلد. اتفرج يا بلد. اتفرج يا بلد. سي عوض عامل لمرتي تاج في صورة فيها كحك كاتب ليه عليها تهنئة يا حبايب يا منسيين في العيد متجمعين والكحك للحلوين. مش لوحده ايوه مش لوحدها هي وخمسين اخرون. كمان مع خمسين اخرون. اسفخس عليك يا عوض يا ولي. عايز تجامل وتعمل واجب تبعت مرتك بالكحك؟ ابعت بنتك لكن تروح انت؟ خلي عندك حساسة. حساسة يا شيخ البلد. دي صورة كده زي دعوات بتاعت الفرح كده بتبقى للناس كلتها. كل دي على الفيسبوك. الله يا ولي قلت لك 100 مره تعمل لي حسابي يا ولي. ما انت اللي ما عندكش ميل يابا. اخلص ما تقولش الكلام ده يا خساره تربيتي فيك. اهي يا عوض عندك اقوال تانيه بعد ما كل حاجه بانت؟ لا ما عنديش يا شيخ البلد. وبعدين استاذ عبد الحميد ومراته فوق راسي. انا ما كانش قصدي حاجه وحشه. هو كله من السوشيال ميديا هي اللي غوتني. بحب ايه بتجري في دمي. انا قلت لنفسي كل ما تعمل تاج لناس اكتر عدد اللايكات عندك يكتر. يبقى ما دام اعترفت الكبير يحكم. خمس فدادين وجاموستين وشاشه ال سي دي فلات يروحوا من عوض لعبد الحميد. اللي تشوفه. مرضي يا عبد الحميد؟ لا مش مرضي يا شيخ البلد. مش مرضي. ما يكفنيش يا شيخ البلد. الجزاء لازم يبقى من جنس العمل. دي اساء استخدام الفيسبوك يبقى ينحرم منه 30 يوم بليلتهم. ماشي يا عبد الحميد افندي. حظر من الفيسبوك 30 يوم بلياليهم ليك يا عوض. لا يا شيخ البلد. لا يا ناس حرام عليكم. اعملوا فيا اي حاجه الا دي. وبعدين خدوا الارض بتاعتي
وبعدين يا اخويا وانا كنت هنيت صباح اللبنانيه يا ده هنيت صباح بنت محمد عويس. محمد عويس يا اخري 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 اخد عشانها ريبورت ولا تحذير؟ لكن حظري لا لا. ما تكترش في الكلام يا عوض، احلف يمين بالله ثلاثه اقطع النت على البلد تما ونفضها سيره بقى. لا يا شيخ البلد انا ما يرضنيش الناس دي تتحرم من متعه النت. لكن انا ليا طلب اخير قبل ما اتحرك من هنا. ولا يا عوض السلاح يطول يا ولي. طلب واحد بس. ولا السلاح يطول يا ولي. ناخد صوره سيلفي مع بعض. وطالما مفيش فيسبوك يبقى ننزلها على انستجرام. سيلفي؟ طالما سيلفي يبقى روح يا ولا انده المأمور ومدير البوسطه يجي ياخدوا السيلفي دي معانا. واجب برضه وانا اللي امسك السيلفي ستيك. السيلفي يا بلد.